السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن خلال هذه الحصة سندرس كيفيات حساب عملية القسمة. إذن كما تلاحظون في هذا المثال عندنا العدد 2036 مقسوم على العدد 7. إذن هنا هذا العدد 2036 هو المقسوم 7 مقسوم عليه. إذن هنا كنحسبوا الخارج بعد البلاصة هذه، طبيعة الحال في الأخير كيكون عندي الباقي، الباقي اللي هو خارج، وهذا الباقي خص يكون دائما أصغر من المقسوم عليه اللي هو 7. وهنا كنحطو مضاعفة العدد 7 من 0 إلى 10، كنحطوها كاملة باش نستعنوا بها في حساب هذه القسمة. حطيناها فقط للاستئناس. مزيان. إذن هنا غادي نحط القوس، غنعتبر هذا العدد اللي هو 2036 اللي هو المقسوم، غادي نعتبر غادي ولا نحط القوس على العدد اللي هو اللي كيساوي 7 أو أكبر من 7. إذن هنا نعتبره العدد 20. مزيان. إذن هنا 20 كم مرة من 7 كاينة في 20. إذن شحال من 7 عندنا في 20؟ إذا جينا هنا لهذ المضاعفات، حنا هنايا عندي هنا 14 و21، إذن تقريبا بين هذا المضاعف بين هنا وهنا، يعني غادي نضربو 7 × 2 باش تحت 14، مايمكنش نضربو في 3 غيعطينا 21، و 21 أكبر من 20 يعتبرنا في القسمة. إذن هنا 7 × 2 أو 2 × 7 نفس الشيء كتعطيني 14. كنحط 14 تحت هذا العدد 20 اعتبرنا، وهنا دائما عملية الطرح. إذا هنا نطرح 14 من 20، 0 ناقص 4 لا يمكن نضيفه ب 10 وأنزل بواحد. هنايا 10 ناقص 4 6، هنا 2 ناقص 2 0، ثم أنزل بالعدد 3 ويصبح العدد هنا 63. إذا شحال من 7 عندنا في هذا العدد 63؟ غادي نجيو عاوتاني هنا المضاعفات. إذن إلى لاحظنا هنايا، إذن 63، إذن غادي نعتبرو هذا المضاعف. إذن كم من مرة، يعني شحال من 7 × 63؟ يعني 9. إذن غنضربو هنا 9 × 7، 9 × 7 اللي كتعطيني 63. عملية السطح رمز ناقص دائما. هنا 0 63 نقصو منها 63 0، ثم الخطوة الموالية أنزلو بالعدد 6، يصبح العدد هنا 6. إلا لاحظتوا معايا هنايا 6 أصغر من 7 اللي هو المقسوم عليه. إذن هنا إلى جينا المضاعفات، ما غاديش نعتبر هذا المضاعف، حيت عندي هنا 6 وعندي في شحال خصني نضرب 7 باش يكون عندي تقريبا، يعني غادي تكون هنايا بين 0 و 7. إذن غادي نضربو في 0، إذن 7 غادي نضربوها في 0، وغادي تكون عندي هنا 7 × 0 اللي هي 0، 6 عملية نقص دائما، 6 نقص منها 0 كتبقى عندي 6. إذن 6 هنا هو الباقي ديال هاد العملية. إلا لاحظتو هنايا 6 أصغر من 7 اللي هو المقسوم عليه، كما قلنا في الأول الباقي دائما كنحسبو حتى كيكون الباقي أصغر من المقسوم عليه. بطبيعة الحال هذه قسمة إقليدية. هنا غادي نحطو التعبير ديال هاد القسمة، وعندي هنايا الخارج 290، الباقي 6، المقسوم 2036 مقسوم عليه 7. إذا التعبير ديال هاد القسمة هو 2036 تساوي المقسوم عليه مضروب الخارج، أي 7 × 290 بين قوسين سد الأقواس زائد الباقي اللي هو 6. إذن هذا هو التعبير ديال هاد القسمة الإقليدية اللي درنا هنايا. إذن كنتمنى تستفدوا معنا خلال هاد الحصة، وشكرا لكم على المتابعة.